المشاهدين، راه مكرصة وعايشة في خطر ما بين الموت والدار ديالي راه غتريب، وكيضربني الضو كنحط رجلي في الماء كاين لاماس ديال الضو وسط الماء. أنا إلا وقعت لي شي حاجة ولا وقعت لداري كنحمل ليهم المسؤولية لهاد الناس كاع اللي وقفوا لي في هذا المشكل. السلام عليكم، معكم واحد المواطنة مغربية فاطمة إبراهيم أبو يوسف من عمالة سالة حي بيعات. أنا كنعاني من واحد الضرر ديال الواد ديال الباب المنزل، الجعبة ديال المنزل ديالي تغلقات ليا بريضان، جات غلقاتها بالسيما والكياس. رئيس الودادية مشى للريضان قال لهم اجيو غلقوا للسيدة هاد القادوس أمام المنزل ديالي ديال الدار ديالي، جاو غلقوه هما بلا إشعار بلا حتى شي قانون. أنايا كنت في هاد البلاد هادي من 97، شريت هاد الأرض هادي، جمعات واحد المجموعة ديال الناس، لقينا المشاكل في هاد البلاد عدة مشاكل اللي هما أطراف، واحد الطرف من الملكة وطرف الثاني المهم كاسات الأطراف في هاد الأرض. وقفت لينا الرخصة والبلان، بقينا كنجريو. انا اسست الوداديه، انا وحده من المؤسسين الوداديه، انا المنصب ديالي كاتب عام. بعد ما الناس قنعوني قالوا لي والو غادي تدخلي في هذا النضال تعاونينا في هذا النضال، دخلت كاتب عام وكنت كنجاهد من الشباب ديالي، وانا كنجاهد في هذه البلاد هذه مجموعه المحاميين، مجموعه المسطرات القانونيه، مجموعه غادي نختصر لكم النضال ديال 26 عام. بعد ما عييت ومرضت في صحتي بالاعصاب والروماتيزم، جاو ناس جداد في 2018، قال لك اودي نتوما عييتو حنا غادي نكملوا هاد المسؤوليه هادي. قلنا لهم مرحبا، تجدد المكتب في 2018. انا اللي كنت بنت الدار واسست الوداديه رجعت هاد الوداديه هادي ضدي، غترجع انا ضدي. انايا كاتب عام، ها هو السميه ديالي، الا كان ممكن السميه ديالتي كاتب عام في هاد الوداديه هادي 97. كنتمنى تشوفوا السميه ديالي هو يوسف فاطمه ابراهيم هاد التاريخ 97. بعد ما عينا حنا تجدد المكتب في هاد التاريخ 2018. جاو هاد الناس هادو اللي ما عندهمش درايه على المشاكل، ما عندهمش درايه بالمشاكل اللي كنا دوزنا، ما عندهمش درايه بالمساطر القانونيه وبالمحاميين والاعوان وبالخبرات. كنا كنجريو ديك الساعه بمالنا الخاص، كان الصندوق زيرو درهم ما فيه حتى ريال. علاش؟ حيت الناس مشاو قالوا هاد الارض محال منها وما كانوش كينخرطوا، كان الصندوق زيرو درهم. بعد ما بنت الارض وشدينا الرخص فيها، بعد ما حيدنا من واحد النزاع وشدينا الرخص هاد الارض، هانتا 96 عفوا 2016 2017 شدينا القرار، قرار بالبناء 2016 2017. هالبلان كما قلبتو هالبلان ديال الدار، بعد ما شدينا البلانات ديالنا بنيت داري وسكنت فيها. ومنين تم تجديد المكتب اللي هو 2018 لقى الناس بناو بديورهم، هاد الناس طفلوا على هاد الوداديه اللي كنت انا حنا اللي اسسناها، طفلوا عليها من اجل الابتزاز فقط، من اجل الابتزاز. الشارع الجديد، ناقص فيه الموضوع، دخلوا في داك الريزو ديال الموضوع باش يجيبوه الشارع الجديد اللي هما ساكنين فيه، هما نيت اللي ساكنين داك الشارع. اما حنا اللي نضنا دخلنا للزناقي، انا اللي نضل ترى دخلت للزنقه ولقيت القادوس ديال الساكنه القديمه، ولقيت الماء والضو ديال الساكنه القديمه، ومشيت باش ندير نجيب درت طلب الرضان باش تعطيني الماكن ديالي وتعطيني الضو ديالي. قالت لي سيري جيبي الابراء من هاد الوداديه، قلت راه عندي الابراء ديالي، في المكتب اللي كنت فيه انا، وبداك الابراء باش شديت انا الرخصه والبلان. قالوا لي ما كنهضروش على المكتب اللي كنتي فيه انت، كنهضروا على هذا المكتب اللي يلاه بان جديد.
غتجيبي الابراء منهم، ها الابراء ديال المكتب الاول، المكتب اللي كنت فيه انا هو الابراء ديالو، هاو المكتب اللي كنت فيه انا هو الابراء ديالو. قالوا لي لا ما تيعنيناش حنا داك المكتب اللي كنتي فيه انتي، كيعنينا حنا هاد الجديد هذا، تجيبي الابراء ديالهم. صيفط له الانذار، قلت له في هاد الانذار اعطيني المكتب القديم ما كيتسالني والو. هذاك الانذار كان تبليغ على على العون القضائي، هاو هاو طريق العون القضائي. على طريق العون القضائي، هاو صيفط لهم الانذار، هاو على طريق العون القضائي. كنطالبهم كنطالبهم انايا على داك التعرض اللي حطوا ليا وحرموني من الموضوع. شنو كان الجواب ديالهم؟ كان الجواب على داك التعرض، واش عنده واش عندهم شي سند قانوني يرسلوه ليا، واش عندهم شي كونطرا مع رضان يرسلوها ليا، واش نتوما دخلتو شي ريزو جديد في 2018 عطيوني النصيب ديالي، عطيوني شي حاجه بحق، عطيوني الفاكتوره، الفاكتوره نشوف انا شي حاجه اللي بحق نخلصو. باش كيجاوبوني هاد الناس، تيجاوبني بواحد الرساله تيقول ليا لا ماشي غير الفاكتوره ديال رضا اللي كاينه، غادي تخلصينا الاعوان، وغادي تخلصينا الاعوان، وغتخلصينا الخبرات، وغتخلصينا المحاميين، وغتخلصينا التليفونات، وغتخلصينا الترونسبور. كيجاوبوني برا، راه عندك البرا، راه البرا تما، فهمت الجواب ديالهم؟ على الجواب ديالهم ها هو الجواب ديالهم، على طريق عون القضائي تيطالبوا مني ماشي غير الفاكتوره ديال الرضان، كيطالبوا مني بالخبرات والاعوان ومحاميين وترونسبورات والتليفونات. واش انا نخلصو شي حاجه اللي درتها انا؟ نخلصو انا شي حاجه اللي درتها انا في تجديد المكتب؟ تجدد بلا تجدد المكتب، ما كنتش انا حاضره في داك تجديد المكتب، ما حسبتهمش، كيتسمى هذاك عمل جمعوي، ما حسبتوش ملي كنت كنخلص انايا داك الشيء، وكان صندوق صفر درهم، ما حسبتهمش. اش داروا هاد الناس؟ بعد ما شدوا الوداديه، ها هي واضحه جديد المكتب، الوداديه داخلين عليها صافيه، على ما كتبوا هنا انا ما حاضراش، هما كاتبينها في هذه اللحظه، داخلين على واحد الوداديه ما عليهاش الديون، مكتوبه هنا انا ما حاضراش، ولكن مكتوبه هنا. بعد ما رصوا رجليهم داروا لبسوا التهمه للرئيس وامين المال بالاختلاسات، وتحاسبوا معاه من نهار تاسس الكونت في البنكه، من نهار تاسس الكونت في البنكه في 2013 تاسس الكونت في البنكه. علاش ما تحاسبوش معاهم من 97 حتى 2013 ملي كان الصندوق زيرو درهم، ملي كنا كنصرفوا من مالنا الخاص؟ علاش ما تحاسبوش معاهم دوك السنين؟ جابوهم حتى تاسس البنكه عاد تحاسبوا معاهم، لبسوا لهم التهمه، وتبتات في حقهم الادانه، وتبتات في حقهم استرجاع المبالغ، استرجاع المبالغ الوداديه الجديده لهاد الاعضاء الجداد. وحكمت وفي الرساله كتقول بان هادوك الاشخاص حكمت المحكمه عليهم استرجاع المبالغ 30 مليون، ومنين تشدوا دوك الاشخاص في الحبس بغاو يشريو بغاو يخرجوا بالحريه ديالهم، طالبين منهم التنازل، عطاوهم 12 مليون وزيد عليها استرجاع المبالغ 30 مليون. فين هما اللي مشاو هاد الفلوس؟ شكون غيحاسبهم على هاد الفلوس؟ شكون هما اللي غيحاسبهم على هاد الشيء؟ وكيطلبوا من المنخرطين 1.5 مليون، اعطيني عليها دليل. لا شنو؟ ولاو كيتعرضوا ليا في الشارع تيقول لي نصابة يا شفارة عطينا فلوسنا، أشفارة يا نصابة عطينا فلوسنا. واش الفلوس كيتعطاو في الشارع؟ الفلوس ما كيتعطاوش في الشارع. ملي سدو عليا الواد مشيت كنجري عند القايد، هذه هي الخطوة الأولى اللي درت، مشيت كنجري عند القايد، قلت لي سعادة القايد هاد الناس سدو عليا الواد، ما قلبش الوراق ديالي، قال لي خضعي للأوامر الودادية ديالك، خضعي للأوامر الودادية ديالك ولا سيري للمحكمة. تعرضوا لي في الشارع عدة مرات ودرت شكايات على هاد القيبان، وطيحوني بالأعصاب في الشارع، واحد فيهم هز يدو باغي يطرشني، هو رئيس ودادية الوفاق ما عندوش علاقة في نفس التيتر، هما جوج خوت، واحد رئيس ودادية الوفاق، واحد رئيس ودادية الشعاع الناصر، واللي رئيس ودادية الوفاق تيزاول معاه مهام ديال كاتب العام، ودابا حاليا كيزاول معاه أمين المال. ما عرفتش هاد الناس علاش كيقلبوا هما خوت. هاد الناس هادو اللي هما تهموا امين المال،
وتهموا الرئيس وتبتات في حقهم الادانه وتبتات في حقهم استرجاع المبالغ، واخا ما تحاسبوش معاهم واحد اعوام عديده، ولكن المحامي ديالهم شحال كان المبلغ باش حكموا عليهم؟ 30 مليون ورجعوا لهم 12. رجعت ماشي غتنقص 12 من 30 مليون، لا هذيك 12 غير فاش تشدوا صيفطوا لهم 12 مليون، كلشي المنخرطين كيعرفوا هادشي. رجعت 12 مليون لهاد الاشخاص رؤساء جداد وتصدرت في حقهم، وتصدرت في حقهم 30 مليون استرجاع المبالغ والعقوبه، والعقوبه سرسي سرسي، والحكم مازال 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 الحكم مازال في المسطره ديالو الستينات. وكانت شي مسطره ضدك انت على الاختلاس؟ لا انا ما عنديش المسطره ضدي، انا الا عندهم شي حاجه ضدي علاش ما داروش بيا دعوه ديك الساعه ودخلوني حتى انايا؟ علاش ما داروش بيا دعوه هاد الناس؟ علاش كيشهروا بيا في الزنقه هاد الناس هادو؟ الا عندهم شي حاجه ضدي ولا شي اختلاس ضدي، حتى دابا حتى دابا يفتحوا تحقيق ويديروا شكايه ضدي ونمشي نتعاقب. في حالتي الا ما تبتوش ضدي انا غادي نتابعهم على التشهير. وعلاش ما بغاوش يعطوك الابراء؟ الابراء ما بغاوش يعطيوه لي، قالوا لي غتخلصي واحد المبلغ اللي ما فهمتوش. انا طالبه منه تفسير. هذا المبلغ واش كاع السكينه خلصاته الوداديه باش ياخذوا يستافدوا من الواد الحار؟ انا الوداديه القديمه ها انا باش خلصت الواد هاو 2017 ها خلصتي المخرجه المتهمه ديالك ها 2017 تخلص الواد. شحال كان المبلغ؟ هاو هاد السيد اللي هو رئيس الوداديه من 2018 رسلته باش يعطيني فاكتوره ويعطي ويقول لي شحال النصيب ديالي ما بين 44 اسره 43 اسره بلغها بالمبلغ اللي غتعطي وانا ما بلغنيش بالمبلغ رغم الجواب ديالو. يحدد ديال المبلغ ديال شي ريزو او الماء اللي جابو من الريضان يبلغني بالمبلغ في حقي في الريضان نخلصو. علاش هو خلاني هكا معلقه معلقه لا مالادو؟ يعني ما باش يحسب عليا الاعوان، يحسب عليا شي حاجه راه ما عندهاش علاقه بالريضان، شي حاجه يدخلها لي في الحساب ما عندهاش علاقه بالريضان. وكنكرر لكم المكتب القديم ما تيتسني والو. دابا اللي بغيت نوصل للمشاهدين انا مكرفصه وعايشه في خطر ما بين الماء والضو، والدار ديالي راه غتريب وكيضربني الضو، كنحط رجلي في الماء كاين لاماس ديال الضو في وسط الماء. انا الا وقعت لي شي حاجه ولا وقعت لداري كنحمل ليهم المسؤوليه لهاد الناس كاع اللي وقفوا لي في هذا المشكل، من رئيس الوداديه والريضان والمختصين اللي مختصين بكاع اللي واقفين في طريقي وما عطاونيش حقي. ها هو حكم رفع الضرر، رفع الضرر ها هو رفعته للمحكمه تحكم بعدم اختصاص. ها علاش تحكم بعدم اختصاص؟ ما عندي حتى شي تفسير. هكاك تحكم بعدم اختصاص حكم ديال الابتدائيه. هذا على طريق عون قضائي للريضان تعطيني سند قانوني ولا تعطيني شي كونطرا بينها وبين هاد الوداديه ما تتجاوبش عده شكايات ما كتجاوبش عليهم. هذا لاكارت ديالي مشى يتسالى ليا، قال لي شهر لاكارت ديالي مشى يتسالى ليا ما بغاوش يعطوني شهاده السكنه. علاش؟ قالوا لي جيبي الورقه ديال الموضوع باش تستافدي نعطوك شهاده السكنه. ها هو شحال من عام انت عايشه في هاد السكنه؟ من 2018 وانا عايشه في هاد الحاله هادي. هنا الشكايه درتها الريضان يعطوني تفسير على يعطوني شي تفسير علاش منعوني من الحق ديالي اللي هو كيعطيني الدستور. الدستور عطيني الحق العيش الكريم مادتين حيويتين اللي هو الضو والماء. جاوبوني قالوا لي سيري خلصي جيبي الابراء من الوداديه. رئيس الوداديه يقول لي شحال خصات ريضان، شحال خصات ريضان في المساهمه بلغوا الناس ما بلغونيش انا. صيفطوا لي رساله ما فيهاش التبليغ ما فيهاش شحال. عاش الملك، الملك خصو كنتمنى الميساج ديالي يوصل لسيدنا الله يطول لنا فيه العمر. وكان سيدنا ما يبغيش هذا الشيء للمواطن ديالو، اكيد اكيد سيدنا ما يبغيش المواطن ديالو يعيش في هذا الشيء. السلام عليكم وعاش سيدنا. وكنتمنى بغيت حقي
بغيت حقي، بغيت واش انا نعيش في هذا الشيء؟ واش هذا الشيء عيش الكريم؟ هذا الشيء ماشي عيش الكريم. هذا لا حول ولا قوه الا بالله، وحسبي الله ونعم الوكيل. والمكتب القديم ما كيتسال والو، المكتب الجديد من 2018 مرحبا، يعطيوني شي حاجه حقي ما بين 44 وقعه نديها. والسلام عليكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العداله.